بداية الرحلة، الرحلة اللي هتكون انت فيها بطل حكايتك، الرحلة اللي هتؤهلك لحياتك الجامعية ومسيرتك المهنية اللي انت بدأتها من وانت طفل صغير وداخل الحضانة لأول يوم لحد ما وصلت لمرحلة ثانوية عامة علمي. وعشان انت تستحق تكون الأول، أنا معاك وفي ظهرك للنهاية. يلا بينا نبدأ حكايتك اللي هتكون فيها بطل من أبطال أوائل الجمهورية دفعة 2025 بمشيئة الله. طلابنا حبايبنا الحلوين، يلا بينا نمسك واجب وهوموك سيشن 1 نفرتكو فرتكو. بقى حضرتك هتقعد ورقة عندك المينوس ديت معاك، تمام؟ خليها كده جنبك. قوانينك عارف قبل ما تكون هنا وقفت تكون عملت ايه؟ تكون حضرتك حليت معايا الأسئلة اللي كنت بحلها معاك جوه السيشن، والسيشن ورك شيت وكلاس ورك شيت، وشفت سمري. ويلكم بيك بقى يا عم، ويلكم بيك بقى كده. لو في أي حاجة ناقصة مشوفش وشك، مشوفش وشك، روح خلاص يا بقى انت عالي. يلا بينا. السؤال الاولاني بيقول لك which of the following electric circuit show the conventional direction I and the direction of the free electron correctly. عملناها جوه الحصه. direction الالكترون اللي بيمشي من النيجاتيف للبوزيتيف اهو، direction الالكترون اهو قدامكم ماشي من النيجاتيف للبوزيتيف، ادي الكترون اهي. اتجاه الالكترون هو مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. طب واتجاه الكرنت؟ الكونفنشنال دايركشن الاي اهي ماشيه مظبوطه، ماشيه من البوست وقت النيجاتيف. ايوه هذا الرسمه. اتجاه الالكترون واتجاه الكرنت مظبوطين. الامبير بتكافئ مين؟ الامبير اليونت بتاعتها مش الامبير دي بتاعت الكرنت انتنستي. الامبير بتساوي ها ها كولوم على سكند. فين كولوم على السكند؟ ادي كولوم على السكند اهو ماشي. طب يلا اللي بعدها. يونت ايكويفالنت تو فولت ايكويفالنت تو ده هنا ناقصه كلمه. اقول لك انا بيقول لك اليونت اللي هي ايكويفالنت تو جول بير كولوم، ناقصه ديت الحته ديت اليونت دي. اليونت اللي تساوي جول على كولوم، طبعا تساوي جول على كولوم اللي هي مين؟ اللي هي الفولت. او دي ما كانتش جول على كولوم، اسف، كولوم على الثانيه، كولوم على السكند اللي هي تبقى مين؟ تبقى الامبير. اهي صح، اهي مكتوب، انا ما خدتش بالي منها. اليونت اللي هي تكافئ كولوم على الثانيه تبقى الامبير. طب السؤال اللي بعده، which of this unit equivalent للامبير 1 امبير. تعالى كده نبص كده عندك مع بعض. الامبير عباره عن كولوم على الثانيه صح، وممكن فولت. الامبير عباره عن فولت على اوم. بص بص كده معايا، بص حبيب قلبي، الامبير فولت على امبير، في على ار. يعني ممكن اقول فولت على اوم. في اختيار فولت على اوم هنا؟ لا. طب الامبير خدنا كولوم على السكند، في كولوم على الثانيه هنا، ايوه اهو. طب كولوم على السكند هي مين؟ هي امبير. متكرره تاني. يونت اوف ميجرنج الكتريك كارنت انتنسي. انت ايه مستر بتزهقني ليه؟ عم بحفظها لك. يبقى الامبير سي ماشي. حاضر. اللي بعده، انت مخضوض ان هم 60 سؤال هتلاقيهم بيجروا بسرعه. وين تشارج اوف 1 كولوم باسنج الى كوندكتور ديورنج هاف سكند. يبقى الكرنت انتنسي ايكوال كام؟ والله الكرنت انتنسي يا مستر بتساوي كيو على التايم. كوانت تشارج 1 كولوم، التايم نص ثانيه، تحت لتحت يطلع فوق، يبقى الاجابه 2 امبير، يبقى الانسر يبقى سي. ذا اوبزيت فيجر ريبريزنت كوانت تشارج 2 مايكرو كولوم ذات روتيت ويز فريكونسي 1000 هرتز ان ا سيركلر باث. ادى كيو وادى فريكونسي. عاوز ايه؟ عاوز الكرنت انتنسيتي. طب ما الكرنت انتنسيتي في القانون ده بيساوي كيو اف كف. الكيو 2 مايكرو في 10 باور نيجاتيف 6 ملتبلاي فريكونسي 1000، تطلع الانسر 2 في 10 باور نيجاتيف 3 امبير. عملنا واحده زيها في كلاس ورك شيت. طب الاجابه هنا بالملي، مفيش اجابه بالامبير. من امبير لملي امبير هضرب في 10 باور 3، تطلع الاجابه 2 ملي امبير، يبقى الانسر يبقى بي. طبعا يعني ممكن اكون بجري في سؤال معين عشان انا قررت الحل بتاعه، فيبقى عندك مشكله انك لو ما مشيتش معايا في السيكونس. يعني ايه؟ ما شفتش، ما انا كنت ببني على كل حاجه، ففي سؤال هتلاقيني وقفت عنده وفرملت لان اول مره. في اسئله تانية هتلاقيني صرعت فيها، يعتبر تاني مره او تالت مره. انا عديت في سيشن ورك شيت وحليت في كلاس ورك شيت صح؟ فخلاص الليفل بتاعنا غير الاسئله اللي انا حليتها جوه الحصه.
فاذا انت فوتتي او انت فوتتي اي حاجه من دول تيجي هنا تعطل. ما هو هنا كمان بالتفصيل مع اوقاتك، تمام؟ الحاجه اللي عملناها مرتين ممكن نيجي الثالثه اسرع، اول مره بالراحه قوي، تاني بقول لك من امبير لملي امبير اضرب في 10 باور 3. ليه؟ لان احنا من ملي امبير لامبير بنضرب في 10 باور نيجاتيف 3. العكس اخد نفس الباور بس اغير الاشاره. طب انا تاني اهو، تاني وباكد عندك مشكله في الكونفرت، امال انا عامل فيديو الانترودكشن ليه؟ ده فيديو الانترودكشن شرح الكونفرت الجرافات والاسلوب، دي اهم حاجه على فكره من فيديو الانترودكشن. انت محتاج ايه النهارده؟ محتاج ايه في التشابتر 1 كله؟ انت محتاج حاجتين، محتاج الكونفرت والكالكوليشن بتاعت الكالكوليتر والوات هابن، ومحتاج الجراف والاسلوب. ده اللي انت محتاجه التشابتر 1 و2 و3 كله، اهم حاجه الحته دي. تاني الكونفرت، طريقه الاجابه على سؤال الوات هابن وعامل الريشيو من الدايركت ومن الانفرس، الجرافات والسلوبس. طيب بص لي كده معايا هنا، تو ميتاليك كوندكتور اي اند بي كانت موجوده فين؟ موجوده في كلاس ورك شيت، هي هي. ار كارينج كارنت اي اند تو اي ريسبكتيفلي، سو ذا ريشيو بتوين نمبر اوف الكترون ذات باسنج ثرو كروس سكشنال اريا اوف ايتش كوندكتور ايكوال كام؟ ويتش باسنج ان ذا سيم تايم. خلي بالك ان هو بيقول لك انه بيعدوا في نفس الايه؟ في نفس التايم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا حبيب قلبي ان الاي ايكوال كيو اوفر تي، صح؟ اللي هي بتساوي ان في اي على التايم. وقلنا بالراحه كده بقى، يبقى الان بتساوي ايه لو عاوز اعمل كروس مالتيبيكيشن؟ النمبر اوف الكترون اي في تي اوفر اي. ما انت اذا طلبت عندك ريشيو بتاعه اي في تي على اي، انت طالب ريشيو ان اي على ان بي. طيب الان قانونها ايه؟ اي في تي على اي. طيب لو انا عاوز اجيب ان اي على ان بي زي ما علمتك، الان مع الاي على نفس السطر ما بينهم ايكوال، يبقى دايركت، يبقى بتساوي اي اي على اي بي. طب حبيب قلبي بقى التي ثابته ليه؟ مين اللي قال لك التي ثابت؟ هو اللي قال لي ان ذا سيم تايم انترفال، صح ولا لا؟ فين الحته دي اهي؟ same time، يبقى time constant. يعني لو انا قلت تي اي على تي بي هتتكنسل، والاي ثابته فمفيش حاجه اسمها اي اي على اي بي، هيتكنسلوا. طيب اي اي بكام؟ اي اي دي اول واحده باي، اي بي تاني واحده ب 2 اي، فيطلع شيل الاي مع الاي يطلع الانسر 1 اوفر 2، ادي الانسر. كويشن نمبر 10، calculate the quantity of charge passing through conductor carrying a current 1.5 امبير for 2 minutes. سهلة. أولا بص يعني حط قدامك مثلث الـ I. I Q over T. calculate the quantity of charge، هو عاوز الـ Q. الـ Q من المثلث بتساوي إيه؟ I multiply time. I current intensity والتايم والتي اللي هي التايم. الكرنت انتنستي 1.5 امبير، التايم 2 مينت، والمينت في 60. يلا بينا. الاي رمز الكرنت انتنستي، الفي رمز البوتنشال ديفرنس، الار رمز الريزيستنس، الكيو رمز الكوانتيتي اوف تشارج. ها طيب يلا كده، اي في تي يبقى 1.5 في 2 يبقى 3 في 60 يبقى 1800، يبقى 180 سوري 180 كولوم. السؤال اللي بعده بيقول لي هاو ميني الكترونز، هاو ميني الكترونز، يبقى بسال عن النمبر اوف الكترونز. وتشوف لنا كوندكتور ان تايم هاف مينيت، اذا كان الكرنت انتنسي اي 1.5 امبير والالكترون تشارج 1.6 في 10 باينت 19. بسم الله، اي ان في اي على التايم، انا عاوز اجيب الان، يبقى الان هتساوي اي كانك بتعمل كروس بقى مالتيبليكيشن، اي في تي اوفر اي سبستيتيوت. يلا اي 1.5 التايم هاف مينت اضرب في 60 على اي 1.6 في 10 بار نيجاتيف 19. الدقيقه ما ترحمهاش، 1.5 multiply 0.5 multiply 60
over 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 هيطلع الانسر 2.8125 ملتبلاي 10 باور 20 الكترونز. بصوا في حاجه عاوز اقولها لكم، تعال هعلمكم حاجه كده عندك حلو. دلوقتي انت بتقول اي ايكوال ان في اي اوفر تايم، مثلا ما اعرفش اعمل كروس ملتبليكيشن، تيجي اعلمكم حاجه؟ اعلمكم حاجه حلوه. انا عاوز اجيب الان، الان ده بالنسبه لك نون ولا انون؟ النون حاجة مش عارفها، ده النون، لكن ده نون وده نون وده نون. طب اسمعني بقى، أي حاجة مضروبة في النون خليها في الدومينيتور، أي حاجة مضروبة في النون في الدومينيتور يبقى الإيه تحت، واللي مش مضروب في النون يتحط في الدومينيتور. طب تاني، مثلا ال V بتساوي ال Work على Q، وهفك ال Q N في E. عاوز اجيب ال N، شوف نوار قال لك ايه، ال N دي هي مين؟ ده ال Unknown، اللي مضروب في ال Unknown حطه في الدومينيتور. مين الحاجة اللي معمولة باي في ال Unknown؟ ال E بس؟ لا، هو ال E صح مضروبة، وايه كمان؟ ما انت لو عملت cross multiplication ال V كمان مضروبة، يبقى إيه كمان وال V. مين مش multiply ال Unknown؟ ال Work، يبقى إيه قانون كده، اي حاجه مضروبه في الانون حطها تحت. طب اقول لك على حاجه، اوريك بس حاجه كده شويه بعيدا عن قوانين الفيزياء، اكس ايكوال واي في زد اف على ار اتش، اي حاجه قانون كده في البطيخ. عاوز اجيب اف، اف ده انون، مين مضروب في الانون؟ واي وزد، يبقى واي وزد يتحطوا في الدومينيتور. طب وبقيه الحاجات تحطها فوق، اكس ار اتش خلاص. طب عاوز اجيب اتش، مين يلا يساعدني، يلا عاوز اجيب الاتش، مين الاتش بالنسبه لنا كده هو الانون، مين بقى الملتبلاي في الانون؟ الار والاكس، يبقى هنا اتحطوا هنا، ومين وبقيه القانون اتحط فوق زي ما هو زد واي اف. طب عاوز اعمل قانون الواي، الواي ايكوال ايه؟ الواي لو هي الانون يبقى مين البرودكت في الواي؟ اف وزد، يبقى اف وزد اتحطوا تحت، وكل حاجه تاني في النومينيتور اكس ار اتش. فهمت اللعبه؟ طب حاجه كمان، انت بتقول اي ايكوال كيو اوفر تي، اي حاجتين مضروبين في بعض كروس تقدر تبدل مكانهم، يعني لو انا عاوز اجيب التايم كيو على اي، اي ايكوال في على ار، لو انا عاوز اجيب الار، الار ملتبلاي الاي بدل مكانها تبقى في على اي، في ايكوال ورك على كيو، لو انا عاوز اجيب الكيو، الكيو مضروبه في الفي بدل مكانهم، اي اتنين كروس مالتبليكيشن بدل مكانهم، يبقى كيو ورك على في. علمتك شويه حاجه كده في الحلبقه، يلا نكمل. 12 ان الكترون روتيت اراوند نيوكليس ميكينج 3 ملتبلاي 10 باور 16 ريفوليوشن بير مينيت، كالكوليت ذا الكتريك كارنت انتنس جيفن ان الاي بالرقم الفلاني. السؤال ايه الجيفن اللي معانا؟ معانا الاي 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19، مين بقى الرقم ده؟ ريفوليوشن بير مينيت فريكوانسي، بس الفريكوانسي ريفوليوشن بير سكند، يبقى ديت ثري ملتبلاي 10 باور 16 ريفوليوشن بير سكند. طب دي بير مينيت، يبقى تقول ديفايدد 60. شايف كده يا عم الحلقة عامل ازاي؟ طب وبعد كده الاي هتساوي ايه؟ الاي هتساوي كيو في اف، صح؟ بعدين بيقول لك ان الكترون، يبقى كيو بتتفك ان في اي، والان بواحد في اف، ان 1، الاي 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19، والفريكونسي 3 ملتبلاي 10 باور 16، كل ده اوفر كام؟ 16. نحسب يا باشا، نحسب يا كبير، 1 ملتبلاي 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 ملتبلاي 3 ملتبلاي 10 باور 16 ديفايدد 60.
هيطلع الانسر معانا 8 ملتبلاي 10 باي 5 امبير. يبقى انا جبت الفريكوانس قسمت ديفايدد 60 ليه يا مستر؟ عشان دي بير مينت، لو كانت بير سكند مش هعمل ديفايدد 60، بير مينت اروح واخد الرقم ديفايدد 60. كويشن 13 ديفايدد 60 ليه؟ عشان احول من مينت لسكند. يا مستر مش من مينت لسكند بنعمل باي 60. بس ال 60 دي في النومونيت في الدومونيتور، فطالما تحت يبقى تقول اما تعمل باي تضرب باي فوق ولا باي تحت؟ باي تحت صح. فالمينت طالما موجوده في الدومينيتور يبقى تخل ال 60 تحت في الدومينيتور. عارفين لو المينت فوق في النومينيتور اضرب في 60 مش اقسم على 60. هنا قسمت ليه؟ عشان المينت موجوده تحت، المينت موجوده تحت في الدومينيتور يبقى بضرب في 60 بس تحت في الدومينيتور، يبقى كده كاني بعمل ديفايدد 60. كويشن 13 calculate quantity of electricity passing through certain cross sectional area of wire carrying electric current intensity 5 ملي امبير. اي خلي بالك quantity of electricity يعني بيسال عن quantity of charge through time 10 second وادي تايم. and if this current is due to flow of electrons calculate the number of electrons. يبقى هو عاوز quantity of charge وعاوز عدد الالكترون. طب سهلة والله، quantity of charge بتساوي I في T من التريانجل بتاع قاني I Q over T، فالquantity I في التايم. ال I 5 ملي امبير، 5 في 10 ميت 3، التايم 10 يبقى تطلع عندك 50 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3 كولوم. ادي يا عم كوانتيتي اوف تشارج. طب 50 في 10 باور نيجاتيف 3 ممكن تتكتب ازاي؟ 0.05 كده. في اختيار 0.05؟ اهي 0.05. طب وعاوز ايه كمان؟ وعاوز النمبر اوف الكترون. طب ما انت عارف ان كوانتيتي اوف تشارج بتساوي النمبر اوف الكترون في ايه؟ يبقى الكوانتيتي اوف تشارج بتساوي او سوري النمبر اوف الكترونز النمبر اوف الكترون هتساوي مين؟ الكوانتيتي اوف تشارج على ايه؟ الكوانتيتي اوف تشارج انت لسه جايبها 0.05 على ايه؟ 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. اديها 0.05 ديفايدد 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 يطلع 3.125 في 10 باور 17. فعلا الاجابه بي. كويشن 14 according to Bohr model in hydrogen atom عدد الالكترون ب 1 لو قال لك هيدروجين الكترون اوربت اتوم اوف radius 5.3 في 10 باور 11 متر with speed 2.2 في 10 باور 6 متر بير سكند hence electric current intensity equal كام؟ ادى radius وادى velocity كبير، اديتك قانون يبقى I بتساوي Q في velocity على 2 by R. Q ليا 1 الكترون، Q ليا N في E. ف 1 الكترون في الـ E ليا 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19، في الـ velocity ليا 2.2 في 10 باور 6 متر بير سكند divided 2 by الـ by 3.14 الراديوس 5.3 في 10 باور نيجاتيف 11. يلا كده يلا يلا نحسب 1 ملتبلاي 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 ملتبلاي 2.2 ملتبلاي 10 باور 6 ديفايدد 2 ملتبلاي 3.14 ملتبلاي 5.3 في 10 باور نيجاتيف 11 هيطلع معانا 1.05 ملتبلاي 10 باور نيجاتيف 3. بص هقول لك على حاجه، هو 1.05 في 10 باور نيجاتيف 3 يعني كاني بقول 1 في 10 باور نيجاتيف 3 يعني يطلع الاجابه 10 باور نيجاتيف 3 امبير. اهي الاجابه سي. نيجي بقى عندك على كويشن 15. السؤال ده حلو قوي قوي. In the shown conical conductor passing through
ان الكتريك سيركت. وده من السؤال حلو قوي من كتاب المدرسه. The intensity the passing given cross section area of the table, the relation between quantity of charge q passing through three cross section area x y z at certain moment, where ان radius بتاع x ده r وradius هنا 2r وradius هنا 3r. والسؤال يا ترى quantity of charge اخبارها ايه؟ طيارس الكوانتيتي اوف تشارج تعتمد على نوع الكوندكتور، تعتمدش على الاريا كبيره ولا صغيره. الكوانتيتي اوف تشارج قلت لك بتعتمد على نوع الكوندكتور، هو كبر ولا الومنيوم، داي فيلنت، تراي فيلنت، بنتا فيلنت، هيكسا فيلنت، ملهاش دعوه بالاريا خالص خالص. يعني كوانتيتي اوف تشارج اكس قد واي قد زد، ايوه كوانتيتي اوف تشارج اكس ايكوال واي ايكوال زد، ملهاش دعوه بالارض خالص. طب والاي يا مستر؟ عارف لو سالك عن الاي برضه الكرنت عند اكس قد الكرنت عند واي قد الكرنت عند زد. عارف الفاكتور بتاثر على الاي ايه؟ في على ار. البوتنشال لما يزيد تزيد الكرنت، الار لما تقل يزيد الكرنت. فالفاكتور بتاثر على الكرنت انتنسي هي البوتنشال ديفرنس والريزيستنس، ملهاش دعوه الاريا تكبر او تصغر خالص نهائيا. طيب كويشن نمبر 16 من كتاب المدرسه، برضو سؤال كان حلو قوي، بس هستأذنك بس ان هنا دي بدل 12 تبقى نيجاتيف 12، ظبطها عندك. اسمعني بقى. The opposite figure represent electrical discharge tube passing through it in a certain time 8 second. Electric charge negative 12 كولوم from right to left and electric charge positive 20 كولوم from left to right. So the electric current intensity passing through tube and the direction equal كام؟ اولا الكرنت انتنستي بيساوي بقى اللي انا عاوز اقوله لك، دي يعتبر سؤال هقوله لك واسمع مني، بيساوي مجموع الكوانتيتي اوف تشارج سواء بوزيتيف او نيجاتيف. يعني اخد الكوانتيتي اوف تشارج البوزيتيف بلس الكوانتيتي اوف تشارج النيجاتيف على التايم من غير الاشاره. يعني ايه؟ كوانتيتي اوف تشارج البوزيتيف ب 20 بلس الكوانتيتي اوف تشارج النيجاتيف ب 12، ما اقولش بلس نيجاتيف 12، بجمعهم مجموع رقمي. يعني بجمع التشارج التوتال، التشارج التوتال بجمعهم وات ايفر التشارج بتاعتها بوزيتيف ولا نيجاتيف، بجمع من غير الساين. يعني عندي 12 نيجاتيف 12 كولوم وبوزيتيف 20 كولوم، انا بجمع الكولوم من غير اشاره. 20 كولوم و12 كولوم ده التوتال التشارج تجمعهم على التايم. ده سؤال تريكي، ده سؤال تريكي. يبقى لو عندك تشارج بوزيتيف ونيجاتيف بجمع التشارجز بارقامهم من غير اشاراتهم. طيب على التايم قال الكلام ده هيحصل في 8 سكند، يبقى يطلع ده كده 32 ديفايدد 8، فيطلع ان الكرنت انتنسي ايكوال 4 امبير. ايوه بقى الكرنت انتنسي، بيقول لك عاوز اتجاه الكرنت. انت عارف ان الكرنت هو conventional direction، ان الالكترون direction يقول لك الكترون او ريل. قلت لك لو قال لك كلمه current conventional direction traditional direction يبقى حركه البوستف. طب البوستف بتتحرك من فين لفين؟ from left to right، يبقى 4 امبير from left to right. طبعا هو الراجل كان المفروض يحط في المساله اختيارين 4 امبير، واحده جايه كده والثانيه جايه بالعكس. اتجاه الكرنت دايما هو اتجاه الكونفشنال. ليه احنا شغالين على الغلط؟ ايوه انا قلت لك في كويشن نمبر 17 هنعدل الان دي تبقى اي، الان دي تبقى اي، الان دي تبقى اي، الان دي تبقى اي. حضرتك في الحصه شفتني وانا بشرحها لك وقلت لك ايه؟ قلت لك ان نقرا السؤال. The opposite graph represents relation between the number of electron in the passing through certain cross section area of conductor in electric circuit and the time. So the graph that represent relation ما بين number of electron E number of electron sorry between current intensity I and the time. Number one احنا بنتكلم عن DC current، والدي سي current ما بيتغيرش مع الزمن، ده ألف به فيزياء. احنا كل شغلنا دي سي current. طب ثانية واحدة بس، الإثبات ان مع التايم لو بتكلم عن السلوب فانا بتكلم عن الواي اوفر اكس،
ان اوفر تايم تديني اي اوفر اي من القانون ده ان في اي على التايم. فالان لما تعملها ديفايدد التايم تديك اي اوفر اي. اي اوفر اي ده السلوب واحد. اولا الاي قيمه ثابته، الاي قيمه كونستانت. طب وهل ان اوفر تي، هل ان على التايم قيمه ثابته ولا بتتغير؟ اعرف منين؟ الخط اللي قدامك ده خط مستقيم، يعني جراف يونيفورم. يونيفورم منتظم بمعنى ايه؟ يعني نقول عدى 2 الكترون في زمن ثانيه، 4 الكترون بعد ثانيتين، 6 الكترونز بعد 3 سكند، 8 الكترونز بعد 4 سكند. خط المستقيم ده 2 ديفايدد 1 يدي 2، 4 ديفايدد 2 2، 6 ديفايدد 3 2، 4 ديفايدد 8 ديفايدد 4 ب 2. يعني يا ولا ان اوفر تي كمان كونستانت، يبقى الاي كونستانت وان اوفر تي كونستانت. طب ده كونستانت وده كونستانت، هل الاي تبقى متغيره؟ هل الاي كده بتقل بتزيد ولا ثابته؟ كده معناه ان الاي كونستانت، كل حاجه في القانون ثابته. ان اوفر تي ثابت والاي كونستانت، يبقى اكيد الكرنت قيمته ثابته. واحد يقول لي مش كده ثابته، كده بتزيد يا عبيد، كده الارقام عماله تعلى، كده بتقل، كده بتقل، لكن كده رقم ثابت، كده الكرنت كونستانت، وده فعلا الدي سي كرنت. كويشن 18، ذا اوبزيت فيجر ريبريزنت ريليشن بتوين، طبعا كل دي من اسئله كتاب المدرسه، between quantity of electric charge Q passing through cross section area of conductor A and B and time. So the ratio between electric current passing through wire A and B كام لكام؟ هو بس يا جماعه في تعديل هنعمله، دي بلس في الاختيارات، دي بلس. انا هقول لك ليه دلوقتي. هو Q وتايم يطلع السلوب بيساوي I، y over x q على التايم ستوب بيساوي i. الستوب مع الاي علاقه دايركت، يعني اي اي على اي بي هتساوي السلوب بتاع اي على السلوب بتاع بي. السلوب يا جماعه يعني تان ثيتا، ركز بقى معايا. الثيتا اللي هي ثيتا 1 بلس ثيتا 2 على تان ثيتا بتاع بي اللي هي تان ثيتا 1. يبقى تان ثيتا 1 بلس ثيتا 2 على تان ثيتا 1 هو ده الاجابه، فيبقى الانسر الصح يبقى مين؟ يبقى بي. كويشن نمبر 19، ذا اوبزيت فيجر ريبريزنت جراف الكتريك تشارج كيو باسنج ثرو ات. يعني انت عارف اللي فاتت دي؟ بنحط لك ارقام، نحط لك مثلا الانجل دي ب 30 ودي 15 ديجري، فنقول ايه؟ تان 45، جمعنا اهو، جمعنا تيتا 1 تيتا 2 على تان 15، مش انا مديك الانجل بتاعت الحته دي ومديك الانجل بتاعت الحته دي بس 15 والحته دي بس ب 30. فعشان تجيب الانجل دي كلها تعمل ايه؟ هجمع ثيتا 1 وثيتا 2، عشان كده قلنا تان ثيتا 1 بلس ثيتا 2 على تان ثيتا 1 اللي هي بتاعت بي بس اللي هي تان 15 مثلا، لو فور اكزامبل يعني. كويشن 19، ذا اوبزيت فيجر ريبريزنت جراف between electric charge and time for DC current. So the electric current intensity equal كام؟ طبعا ده السلوب، وش على طول السلوب بيساوي I. السلوب ممكن يبقى tan Y over X، يعني 36 divided 7.2، اي تطلع تقريبا 3 امبير. لا 36 5 امبير. السؤال اللي بعده، ذا اوبزيت فيجر ريبريزنت جرافيك ريليشن بين كوانتيتي اوف تشارج اند تايم سو ذا كرنت انتنسي ايكوال كام؟ ما هي هي، هات الكرنت يا عم واديها له، يلا وريحه يا ابني، اديها له في وشه. كيو على تي 22.5 على التايم 7.5. انا بس عاوز اقول لك حاجه، السؤال سهل، خلي بالك ان انا ممكن اجي هنا اروح قايل ايه ملي كولوم، اقول هنا ملي سكند، اقول هنا مايكرو كولوم، اعمل كونفرتات.
فتلاقي الرقم ده اضربه في 10.6 والملي وال 7.5 اضربها في 10.3. هنا جايه سهله، كولوم ثانيه كيو على تي مباشره مباشره، ف 22.5 على 7.5 يطلع الانسر ايكوال 3 امبير. طيب question number 21. The opposite graph represents the variation of the current I through conductor and the time t for 10 seconds. Calculate. هو عاوز ايه بقى؟ Then electric charge بكام؟ Area under graph. اجيب الاريا بتاعت التريانجل ده. Half base، البيز باربعة. Half base في الهايت. من 2 ل 4 ب 2. يبقى هاف البيز ب 4 في الهايت ب 2 بلس. اخد الاريا بتاعت الريكتانجل ده لينث اوف ويدث 2 ملتبلاي 4 بلس الاريا بتاعت الريكتانجل ده اللي انا ممكن اقول عندك من 4 ل 10 تبقى كام؟ 10 ماينس 4 6 ملتبلاي 2. يبقى خدت الاريا دي والاريا دي والاريا دي وجمعتهم على بعض وطلع الانسر بتاعنا. يبقى 6 في 2 بقى 12، 12 بلس 8 يبقى 20، 20 بلس 4 تبقى 24. واحد بيقول لي لا يا مستر هجيبها بطريقه اسهل من اللي انت عملتها دي خالص. قلت له قول لي قول لي يا عم يا استاذ يعني هقولها لك بطريقه اسهل يا استاذ من اللي انت عملتها. قول يا عم. قال لي ايه رايك؟ هعملها لك في خطوتين بس. انا هجيب الاريا بتاعت التريانجل ده زي ما انت قلت من شويه هاف في البيز في الهايت. بلس بقى هجيب الاريا بتاعت الريكتانجل ده كله. قلت له ياه يعني انت قسمتها اتنين ليه؟ ما تجيبها مره واحده التريانجل ده كله كده. لينث في ويدث 10 ملتبلاي 2 يبقى 24. الثانيه احلى يا مستر. ماشي يا عم ماشي يا عم. كويشن 22. The opposite figure represents the graphical relation between current intensity I passing through conductor and the time t. So the electric charge passing through cross section area of conductor during 5 seconds بكام؟ نفس القصة. يلا. الاريا دي. ايوه هاف في البيز ب 2 في الهايت من 3 ل 5 ب 2. بلس هنا بقى مش عارف اخدها حتة واحدة هقسمها. 3 في 2 بلس الاريا بقى بتاعت الشكل ده لوحده. من 2 ل 5 يبقى 3 يبقى ادي الويدث ملتبلاي اللينث 5. شيل 2 مع 2 يبقى ادي 2 بلس 6 بلس 15 تبقى 23 كولوم. عملناها لسه كان فين؟ في كلاس ورك شيت كان كويشن 11. طيب ايه الاسئله اللي فاتت دي؟ يا بشويه يا كبير كانت اسئله تخص الكرنت انتنستي. ما احنا مقسمين الهوم ورك بالشوكه والسكينه. يعني ذاكرت الكارت انتنسي كويس؟ تعال لغايه كوشن 21 كان على الكارت انتنسي. من 23 لغايه تقريبا حاجه و50 او حاجه و40 تقريبا على البوتنشال ديفرنس. يلا بينا نبص لو انت سوا. In which of the following the arrows represent the correct conventional direction of electric current through resistor between two point A and B. طبعا الكونفشنال يعني الكارنت دايما بيمشي من الفولت العالي للقليل. فكرة ده صح ده غلط ده غلط ده غلط. هو ده الكرنت بيمشي من الفولت العالي القليل. تعالى الفولت بتساوي ايه؟ الفولت بتاع البوتنشال ديفرنس بتساوي جول على كولوم. موجودة 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 موجودة. الفولت بيساوي ايه تاني برضو؟ لا دي واحدة تانية مفيش جول على كولوم. طب الفولت بيساوي ايه برضو؟ اي في ار يبقى امبير في اوم. اهي امبير في اوم. Which of the following unit equivalent to the volt؟ جول على كولوم. Electric current flowing a conductor due to A. الكرنت بيمشي في الكوندكتور بسبب ايه؟ بسبب large concentration broken bond. بسبب البوتنشال ديفرنس. اه ما هو البوتنشال هو الورك دان اللي بيزق التشارج from point to another. شفت الالكترون ماشي كان معاه طاقه، من غير الطاقه ده الالكترون ما كانش هيمشي. اي ام اف الالكتروموتيف فورس بتتقاس بالايه؟ ايوه البوتنشال ديفرنس بالفولت. امال الالكتروموتيف فورس بتتقاس بالايه؟ بالفولت برضه.
هو الفرق ما هو الفرق ما بين الكتروموتيف فورس يا مستر وبوتنشال ديفرنس؟ بوتنشال ديفرنس بيشغل جهاز، الكتروموتيف فورس بتشغل الاجهزه كلها. يعني الكتروموتيف فورس القوه الاكبر في بي بتساوي في 1 بلس في 2 بلس في 3، بس كله بيتقاس بالفولت. طيب كويشن نمبر 29، if the work done to transfer a charge of 3 is 6 جول يبقى البوتنشال ديفرنس ايكوال كام؟ البوتنشال ديفرنس ايكوال ورك على كيو، تعويض مباشر، الورك ب 60 الكيو ب 3، 6 ديفايد 3 بيكوال 20 فولت. 3 12 جول از ذا ورك دان تو ترانسفير هاف كولوم، يبقى البوتنشال ديفرنس ايكوال ورك على كيو، الورك 12 والكيو هاف، تحت لتحت يطلع فوق، 2 في 12 يبقى 24. 31 calculate the electromotive force of battery if the work to transfer charge 1.5 coulomb 30 جول. باشا هي هي الورك ب 30 جول على 1.5، 3 على 2 يبقى 32 60 على 3 تبقى ب 20. السؤال اللي بعده، the work done of 7.2 joule required to transfer charge 2.4 coulomb. كده جبنا البوتنشال. So the potential difference equal كام؟ متهيأ لي كده ان انا يعني خلاص بقى قانون وعمال ادربك عليه عشان احفظه لك. 7.2 على 2.4 ادي 7.2 divided 2.4 تطلع equal 3 volts. تعال بقى نشوف شوية اسئلة من كتاب المدرسة. هفكرك تاني، الأسئلة الموجودة عندك هنا أسئلة من كتاب المدرسة، من كتاب المعاصر، أسئلة من الترجمة، ممكن تلاقي أسئلة من امتحانات ومحطوطة. The opposite figure show closed electric circuit if the work done 14.4 joule to transfer 6 multiply 10 power 19 electrons from terminal A to terminal B. So potential difference equal كام؟ الراجل عمل حركة حلوة بقى. ال V بتساوي W على Q. هنا الراجل ادى عدد الالكترون، ادى عدد الالكترون، فيبقى الورك 14.4 والكيو ان في اي، الكيو هنا تتفك ان في اي حبيب قلبي، الان عدد الالكترون 6 في 10 باور 19 في التشارج 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. نحسب، روح يلا، 14.4 ديفايدد 6 multiply 10 power 19 multiply 1.6 multiply 10 power negative 19 يطلع الإجابة 1.5 فولت، 3 over 2 اللي هي 1.5 فولت. question 34، if the work done to transfer quantity of charge 5 coulomb within 1 second between 2 point of conductor 100 جول. بص يا باسل معايا، والله سهله، لما اديك الكيو والتي تجيب الاي، الاي بتساوي كوت، يلا بينا نكوت، الكوت الايه؟ كيو على تي، يلا يا واد كوت، يلا كوت يا ول، اي ايكوال كوت، يلا بينا نكوت. يبقى 5 على 1، تعرف تعمل 5 على 1 بكام؟ بتعمل بكام؟ يا لهوي ب 5، بتعمليها على الكالكوليتر؟ بتعمليها على الكالكوليتر؟ 5 على 1 على الكالكوليتر، يا لهوي يا لهوي يا قلبي. وخمسة في واحد بتعمليها برضو عادي، وخمسة زائد واحد بتتعمل، طب خمسة في صفر بتعمليها برضو، يا تنيلة يا تنيلة يا تنيلة على السنة اللي جاية علينا. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، اشكرك احمد فضلك، ما حاز نحمد ربنا على السراء والضراء. ماشي معانا اي، معانا اي يا واد، ومعانا ورك، عاوز ايه بقى يا واد؟ عاوز البوتنشال ديفرنس، ده الطلب الاول، البوتنشال ديفرنس بتساوي الورك على الكيو، 100 على 5 ب 20. طب عاوز الكرنت انتنسي بكام؟ لسه جايبها لك اهو، ب 5 امبير. طب عاوز النمبر اوف الكترون اللي بيعدي في ثانيتين؟ سهل، مش انت جبت الكرنت ب 5 امبير؟ الفاف هيساوي ان في الاي اللي هي 1.6 على التايم ثانيتين، يبقى اضرب 2 في 5 على اي وطلع
يلا عاوزين نجيب الان. قلت لك ده الانون اللي جنب الانون يتحط في الدومينيتور، يبقى كده النمبر اوف الكترون هتساوي ايه؟ ها اي تتحط تحت ويبقى فوق 5 في 2. يلا 5 في 2 10. على 1.6 في 10 باينت في 19 تطلع 6.25 في 10 باور 19، يبقى 20 5 هي دي الاجابه. ايه الكلام ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه لا جميل جميل. شوف السؤال اللي بعده 35. دوبز جراف ريبريزنت ريليشن بتوين صحصح ولا ايه النظام؟ افشتك افشك، تقول لي بقى زهقتني وقرفتني والكلام ده كله. بص يا ابني اشتغل، يا ابني اشتغل يا بنت اشتغلي، الدنيا عاوزه منك كحرطه. عن كل ده في كله في الفارغ، كل ده في الفارغ، كل ده من الاخر يا حبيبي ماشي ايديك من الاخر. زوبز الجراف ريبريزنت ريليشن بتوين ورك اند بوتنشال ديفرنس. فبيقول لي سو ذا نمبر اوف الكترون ان ذا فيرست كوندكتور والسكند كوندكتور اكبر ولا اصغر ولا ايه ولا ايه القصه؟ طب عارف مثلثات؟ المثلثات دي في بتساوي دبليو على كيو. طب دبليو على في اللي هو السلوب، دبليو على في يبقى السلوب بيساوي كيو. طب وكيو بتساوي ان في اي، يبقى كده السلوب يقعد مع النمبر اوف الكترون ايه؟ السلوب دايركتلي مع عدد الالكترون. يبقى اللي عنده سلوب كبير يبقى عنده عدد الكترون كبير، واللي عنده سلوب صغير يبقى عنده عدد الكترون صغير، يبقى كده ان واحد اكبر من ان 2، ان 1 اكبر من ان 2، نورمال دي 2، مش السلوب بيساوي كيو؟ طب ما كيو ان في اي، يبقى كده السلوب مع الان دايركت، يبقى اللي عنده انجل كبيره بقى عنده سلوب كبير ويبقى ان كبيره، لو عنده سلوب صغير بقى عنده ان صغيره، عشان العلاقه ايه؟ دايركت. طب اللي بعده دبليو كيو. طب بص كده معايا، دبليو ديفايدد كيو يطلع السلوب بيساوي في. انا بلعب معاك لعبه يلا. طيب in the opposite figure graph the opposite graph conductor cut in two conductors، conductor قطعناه نصين واحد واثنين وصلناهم سيرس. اللينس بتاع اول واير قد ايه من اللينس بتاع تاني واير؟ السؤال ده تبع الحصه الجايه لسه مش عارف نجاوبه دلوقتي برضو، والسؤال ده برضو تبع الحصه الجايه دلوقتي مش عارف تجاوبه. 38 يعني 36 و37 مش هأجل كمان لغايه الحصه الجايه الاثنين، ده يؤجل للسيشن 2 وده سيشن 3. سيشن 2 سيشن 3. تعال نبص كده مع بعض على كويشن 38. Which of the following graphs represent relation between work done to transfer quantity of charge from point to another when potential difference is constant؟ اهو عادي سهل، هو ده W مع Q علاقة دايركت. ليه؟ ال VW على Q. طب أنا متفق معاك برضو في الدايركت، لأي حاجتين ديفايدد على بعض دايركت لما يكون التالت واحد ثابت، فيبقى الورك مع الـ Q مع علاقة دايركت بروبورشنال. أي حاجتين مضروبين في بعض inversely، أي حاجتين ديفايدد بعض دايركتلي، أي حاجتين مضروبين في بعض inversely، ويبقى شكل الجاب بتاعه عامل كده الانفرسلي، ما يبقاش خط مستقيم كده اهو، مش كده انفرسلي كيرف شرحتها لك في الفيديو بتاع الانترودكشن. اي حاجتين ديفايدد على بعض يبقوا دايركت، والدايركت بنعبر عنه بخط مستقيم كده بالشكل ده. طيب اومز لو بقى البارت بتاع الار، اوم دي اليونت بتاعت الار، ودي بتساوي كلنا عارفين في على اي، فالأم بتساوي ايه؟ فولت على امبير. في فولت على امبير هنا، ايوه هي. من كتاب المدرسه according to Ohm's law decreasing in the voltage inversely proportional مع مين؟ decreased in voltage. هذا السؤال برضو مؤجل، ده سؤال decreasing in voltage ده اسمه ال VN، inverse مع مين هو لسه مش محطوطه الاختيار بتاعها. طيب السؤال ده
If the value of the work done to carry quantity of charge Q. بص كل الأسئلة المؤجلة دي هتلاقيني في الحصة بتاعتها بحلها. يعني دي مؤجلة سيشن 5. كده احنا عندنا سؤالين فوق مؤجلين، واحد سيشن 2 و 3 وده 5 وفي واحد كمان تحت. هقول لك عليه ما يجي. If the value of the work done to carry quantity of charge Q between two point A and B equal E. So the current intensity passing through resistance R equal كام؟ طب واحدة واحدة. الـ I بتساوي V على R. الـ V هي عبارة عن work على Q، هو الـ work اداله رمز E. E على Q على R، تحت اللي فوق ينزل تحت. يبقى الـ I equal E divided Q في R. في اختيار أهو. ده طيب اوميك ريزيستنس عندها 20 اوم لما كان في كرنت بيعدي جواها 2 امبير، يا ترى لو الكرنت بقى ب 4 امبير الريزيستنس تبقى بكام؟ قلنا الاي ما بتاثرش في الار. فاكر لما انا قلت لك لا بقى بعدين انت بتبوظ لي حصتي ولا ايه يا استاذ؟ فانا قلت لك ان مهما زادت الاي الار ايه؟ ثابته. اوميك اوبي اومز لو، اوبي اومز لو، اي لو الاي اتغيرت الار ثابته، لو الفولت اتغير الار ثابته، لكن قلنا الار هي اللي بتاثر في الفولت بعلاقه دايركت. الار الار اللي هي ريزيستنس تاثر في الكرنت بعلاقه انفرس ليس العكس. فلو عندك 20 اوم عدى فيها 2 امبير، طب لو عدى فيها 4 امبير تفضل 20 اوم زي ما هي. كويشن 43. In which of the following cases does the current of lower intensity passes in resistor. يعني بيقول لك اصغر اي، بص بص اقول لك حاجه بالراحه. الاي بتساوي في على ار، يبقى اصغر اي اللي عندها اصغر في على ار. تيجي نحسب واحد على واحد، الار دي كانها بواحد، واحد على واحد يبقى كام؟ واحد. اتنين على نص باربعه. ثلاثه على اربعه ثلاث ارباع. اربعه على ثلث ب 12. هي دي اصغر واحده. سي. D1 D4 D3 over 4 4 over 1 over 3 تدي 1 3rd اسف تدي ب 12. يبقى اصغر كرنت هو ده. جبتها منين ال I V على R؟ فحسبت V على R V على R V على R V على R. Question 44. As current passing in an ohmic resistance increases، لو الكرنت اللي بيعدي في الاوميك resistance زاد، الريزيستنس والبوتنشال ديفرنس يحصل لهم ايه؟ بص هو السؤال ده شقين. بالنسبه للريزيستنس الفراغ الاولاني الريزيستنس تفضل ثابته. طب والبوتنشال؟ لا الاي مع الفي دايركت، هنا انكريز. يعني انا في عندي هنا اختيارين، هنا اقول الاجابه سي وهنا هتكون الاجابه اي. يبقى انا في عندي اختيارين سي واي. هنا as the current intensity passing in filament bulb increases تمشر يحصل لها ايه؟ بصوا بقى انا قلت لك ان طالما التمشر ثابته تبقى الريزيستنس ثابته صح؟ اسمع مني بقى السؤال للحته دي بالذات، يعني نمبر 45. اللمبه اللي هي الفيلمنت بالب دي بتاعتك هي لمبه لونها اصفر بيكون جواها فتيله كده. اللمبه دي لما بيعدي فيها الكرنت كل ما الكرنت يزيد بتزيد درجه حراره اللمبه دي، تلاقي اللمبه دي ما تعرفش تمسكها سخنه يح بتولع. طب ولما درجه الحراره بتزيد الريزيستنس يحصل لها ايه؟ تزيد. يبقى كل ما الكرنت اللي بيعدي في الفيلم بالب بيزيد التمشر بتزيد والريزيستنس بتزيد، يبقى الاجابه انكريز وانكريز، يبقى ايه وايه؟ على فكره الكلام ده لا ينطبق على لمبه النيون، الكلام ده في بس تنجستن فيلمنت لامب اسمها كده تنجستن فيلمنت لامب. لما بيعدي الكرنت في الفتيله بتاعتها في الفيلمنت تزداد درجه الحراره فالار بتزيد. طب كده تقولي كده هي ديت اوبي اومز لو ولا دازنت اوبي اومز لو؟ طالما التمشر اتغيرت يبقى دازنت اوبي اومز لو لان الار هتتغير. شروط ان اي ار وبي امز لو ان تفضل التمشر ثابته والار ثابته، اما لو التمشر اتغيرت والار اتغيرت يبقى doesn't obey امز لو.
46 when potential difference 5 فولت applied على conductor مش في current 2 امبير. بسم الله، ادي الفي بخمسة وادي current intensity ب 2 امبير، في واي اقدر اجيب الار. And if potential difference it changed to be 10، عارف لما يديك اتنين potential تسمي ده في 1 وتسمي ده في 2. بيقول لك الكرنت انتنسي بقى ب 3.5 امبير، ادي اي 1 وادي اي 2. الريزيستنت ديت اوبي اومز لو ولا لا؟ تعالى نحسب. احسب الار في الحاله الاولى، في 1 على اي 1 5 ديفايدد 2 تطلع 2.5. واحسب الار في الحاله الثانيه، في ديفايدد اي 10 ديفايدد 3.5. 10 ديفايدد 3.5 هتدينا رقم ثاني. انا وديت فين الكالكوليتر؟ اهي 10 على 3.5 تطلع 2.85. دي الار اتغيرت. معنى ان الار اتغيرت يبقى معناها ان التمشر اتغيرت، وده معناه ان هي doesn't obey ohms law. واحد يقول لي ايه بين جانكشن ده؟ اختيار حطينا كده. لو اخترته تبقى حمار. اختيار حاطينه عشان نزود الاختيارات بس مش اكتر. طيب يواير الفولتج بتاعته 20 فولت والكرنت اللي بيعدي فيه اي 2 امبير. الفولتج بيكم 50، الكرنت بيكم 5. اوبي ولا مش اوبي؟ يلا نحسب الار في الحاله الاولى، في على اي 20 اوفر 2 ب 10. نحسب الار في الحاله الثانيه، في اوفر اي، في 50 اوفر 5 ب 10 اوم. اوبا الار ما بتتغيرش، يبقى درجه الحراره ثابته. اوبي اومز لو. كويشن 48، هاو ميني الكترون باسنج ثرو 20 اوم ريزيستور ان 10 مينيت؟ هاو ميني الكترون، بسال عن الان، اداني ريزيستنس 20 اوم معايا 10 مينيت التايم 10 في 60. If the potential difference equal 30 فولت، انا عشان اجيب الان لازم اجيب الاي، فانا معايا في ومعايا ار. اجيب الاي الاول، يلا في اوفر ار 30 ديفايدد 20 تطلع 1.5 امبير. ايه الاي بقى؟ بتساوي ان في ايه؟ على التايم. نوار بيقول لك هات الان، الان دي الانون اللي بيتضرب في الانون ينزل في الدومينيتور والباقي يطلع فوق. نعوض الاي 1.5 والاي 1.6 والتايم، سوري التايم 10 في 10 في 6 يعني 600 على الاي 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. يبقى يلا كده معايا نجيب بقى يلا عدد الالكترون 1.5 multiplied time 600 بعد convert divided 1.6 في 10 power negative 19. طالع معاك ولا مش موجود في الشاشه انا دلوقتي؟ 5.625 اهي multiplied 10 power 21. ادي الانسر ايه؟ سؤال حلو برضو، جاب كذا قانون مع بعض. if 5 multiplied 10 power 21 electrons ادي n passing through 20 ohm resistance time 10 minute 10 في 60. What is the potential difference? Number 1 تعال نجيب ال I. I n في e over time. n اللي هي 5 multiply 21 10 bar 21 multiply ال e اللي هي 1.6 multiply 10 bar negative 19 على التايم اللي هو 10 minute multiply 60. احسب ان في اي اوفر تايم، والله ما صعبه، والله العظيم مش صعبه. ان بكام؟ 5 في 10 باور 21 اي 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19. بص، ما انا طالما اديتك الان والاي والتايم يبقى هتجيب الاي، والاي دايما مش هديها لك، اعتبر ان انت حافظها واحسب ما بديها لك بمزاجي. طب التايم 10 ملتبلاي 60 4 over 3 الكرنت انتنسيتي. What is the potential difference؟ ال potential difference I في R، فانا ال I 3 over 4 وال R ب 20.
يبقى يطلع الانسر عندك 20 divided 4 يبقى ادي 5, 5 في 3 يبقى equal 15. فين؟ دي 4 over 3 انا اسف 4 over 3 4 over 3 كتبتها 3 over 4. سلام سلام على دقة النظر يا سلام. يبقى 24 يبقى 80 على 3 تطلع 26.6 اللي هي بالتقريب 27. سؤال اللي جاي نمبر 50 ده سؤال حلو قوي من كتاب المدرسة وجه في سنة 2022 و 2023. According to electric circuit shown, which of the following figures represent a graphical relation between electric current I passing through resistance R and the potential difference. دي التجربة يا جماعة بتاعت أمز اللي عملناها لما رسمنا جراف ما بين الاي والفي علاقة مين؟ دايركت. خد تجربة أومزلو. Which of the following graph represent relation between current passing through conductor and resistance. الآي ما بتأثرش على الآر مهما الآي اتغيرت الآر ما تتغيرش. اللي هيختار دي هيبقى حمار. لا اخترت دي حمار. حمار من الآر مع الآي inversely. لازم تبقى الآر اللي تحت والآي تبقى فوق تبقى inversely. لكن الاي ما بتأثرش في الار. ماشي ماشي. question 52 من كتاب المدرسة. The opposite graph represent relation between current intensity I the passing through conductor and the potential difference across terminal of conductor. So electric resistance of conductor equal كام؟ يا سلام يا سلام. I على V. I على V. الجراف ده نبهنا عليه. ال V بتساوي I في R. عارف V على I تدي R. لكن I على V يبقى السلوب بيساوي 1 على R. ف 0.2 على 0.5 ده إيكوال 1 over R. يبقى ال R 0.5 على 0.2. يعني 5 على 10 2 على 10 يبقى 50 على 20. 5 على 2 ب 2.5. وتعالى بص الاجابه ادي قيمه الار على الكالكوليتر بقى يا باشا. ده 53 ده مؤجل سيشن 2. كويشن 54. For this graph where wire A and B two conductor I و V. I فوق وال V تحت. I على V يطلع السلوب بيساوي 1 على R. يعني السلوب مع الار انفرس. يعني السلوب بتاع A أكبر من السلوب B صح؟ يبقى ريزيستنس B أكبر من ريزيستنس A. فين؟ أهي كتاب المدرسة. The opposite figure represent relation between the work done and the quantity of a charge passing through conductor through resistance equal 2 ohm. So the value of the current intensity equal كام؟ اولا يا حبيب قلبي السلوب W على Q تطلع بتساوي V. يبقى ال V بتساوي tan theta 76. كده انت جبت الفولت. انا عاوز اجيب مين؟ الكرنت. الكرنت بيساوي الفولت على الار. الفولت اللي هو tan 76 على الار 2 اوم. يلا على الكالكوليتر. سؤال حلو قوي من كتاب المدرسه ده على فكره. 1076 ديفايدد 2 تطلع الاجابه 2 امبير. يبقى تاني الورك على الكيو هتدي الفي. طب الفي بيتساوي السلوب معاك انجل يبقى السلوب تان ثيتا. كده الفي معاك. خد الفي ديفايدد الار هتطلع الكرنت. ماشي 56. The opposite graph represent relation between current intensity I passing through conductor X and Y and the potential difference I و V. الI فوق والV تحت يبقى يطلع السلوب 1 على R. بيقول لك يبقى الريشيو ما بين RX على RY كام على كام من غير كلام. RX على RY. انا عاوزك بس تركز في حاجه.
السلوب بيساوي 1 على R، يعني ده سلوب كبير R صغيرة، ده سلوب صغير R كبيرة، علاقة إنفرس. يبقى Rx على Ry يعني أنت أخدت حاجة سمول على حاجة لارج، فلازم يطلع الإجابة أصغر من 1. فين الريشيو اللي هنا أصغر من 1؟ دي أصغر من 1 ودي أصغر من يبقى واضح تماما، من الواضح تماما ان حضرتك لازم كان في ارقام هنا وما اتحطتش، كان في هنا رقم ورقم، كنت اخد تان على تان كنت هطلعها، بس مش معانا، مش معانا الارقام ناقصه. 57 the opposite graph represent relation between potential difference v and the current i. v فوق والاي تحت، يطلع الاستوب ار بقى، هنا الاستوب ار مش 1 على ار. يبقى اللي عنده سلوب كبير هيبقى عنده ار كبير، واللي عنده سلوب صغير هيبقى عنده ار صغيره، يعني كده ار 1 اكبر من ار مين 2. فهو بيسالك ار 1، لا ما سالش عن الار، بيقول لك يبقى عدد بص طب تاني. اوبزيت جراف ريبريزنت ريليشن بتوين بوتنشال ديفرنس اند كارنت انتنسي فور تو كوندكتورز اوف ديفرنت ماتيريال، النمبر اوف الكترون ان ذا فيرست اكبر ولا اصغر من السكند؟ طب بص اسمع بقى معايا، اللي عنده ار كبيره يبقى عنده كارنت صغير، واللي عنده كارنت قليل يبقى عنده عدد الكترون قليل، يبقى كده عدد الكترون 1 اقل من عدد الكترون 2، 1 اصغر من 2. ليه؟ عشان ريزيستنس 1 اكبر من ريزيستنس 2. اللي عنده ريزيستنس كبيره الكرنت انتنسي هيبقى قليل، عدد الالكترون يعدي يبقى قليل. السؤالين اللي جايين دول ولا الثلاثه جايين دول حلوين ومهمين جدا، في واحد هنعمل فيه بس تاتش تعديلي كده. كالكوليت ذا ريدنج اوف اميتر، طب ما سهله، معانا الفي ومعانا الار، يبقى الاميتر بتساوي في على ار 24 على 6 ب 4 امبير. صعب؟ اتخضيت من شكل الفيجر؟ ما تخضش. طب عاوز ريدنج اوف فولتميتر، معايا اي قرايه الاميتر يعني اي وادي الار، فيبقى الفولتميتر اي في ار 2 في 8 يبقى 16، اهي 16 فولت بس مش امبير، 16 فولت بعد اذنكم كده. هنا بقى كالكوليت فولت الباتري اذا كان قرايه الفولتميتر ده ب 10 فولت، ثانيه واحده، الفولتميتر ده بيقرا 10 فولت، حلو؟ لو عملنا في على ار هنطلع الاي، تعال نطلع الاي، في على ار 10 على 8 بكم؟ 5 على 4 امبير. طب انت عارف برضو الفولتميتر ده القانون بتاعه عباره عن ايه؟ فولتميتر الثاني سمي ده مثلا في 1 وده نسميه في 2، الفولتميتر الثاني القانون بتاعه اي في ار، الاي اللي ماشيه هنا انت جبتها خلاص، ما انت لما عملت في على ار جبت الاميتر معاك الاي خلاص، فالاي 5 اوفر 4 ملتبلاي 2 يبقى 2 في 5 10، 10 على 4 يبقى تطلع 2.5 فولت، يبقى دي 2.5 فولت، يبقى فولت الباتري بيساوي في 1 بلس في 2 10 زائد 2.5 تبقى 12.5، وللاسف ما كانتش موجوده في الاختيارات، فيبقى الاجابه عندنا هنا فولت الباتري ايكوال 12.5 فولت. يبقى تاني فولتميتر بيقرا 10 فولت، انت عارف لو احنا خلينا دي 8، 8 على 8 يبقى ب 1، 1 في 2 10، يبقى 8 و2 تطلع الناتج 10، تصدق نظبط دي بس نظبط الرقم ده كده، خلي ده 8 تطلع معايا حلوه. بص بص اعملها لك ازاي، شيل ده كده اعملها لك تاني بطريقه ابسط، هغير بس رقم 1، غير معايا الرقم ده تطلع معاك المساله بالاختيارات اللي عندك، غير لي ده. سؤال فكره حلوه، بيقول لك اذا الفولتميتر ده بيقرا 8 فولت
فولت الباتري بكام؟ طبعا فولت الباتري عباره عن في 1، انت سمي ده في 1، وتخيلي بقى ان في فولت ميتر تاني اسمه في 2. الكلام ده منك بالنسبه لك دلوقتي ممكن تقرخ، بعد كده هتلاقي الكلام ده ميه ميه اول مره بتشوفه. معلش احنا قلنا في 1 بلس في 2 تدينا فولت الباتري، طب هو معانا هنا في 1، هتجيب في 2 ازاي؟ انا عشان اجيب الفي 2 محتاج اقول اي في ار. طب ما انا في وفي، في وار معايا هنا، فاجيب الاي الاول. طبعا الاي اللي بتعدي في الار دي هي هي الاي اللي بتعدي هنا، مفيش فرق. الاثنين دول اسمهم توصيل سير، الكرنت فيهم زي بعض. دي سكه واحده ماشي فيها نفس الكرنت. طب الاي في على ار. لو انا خدت في 1 على ار 1، في 1 ب 8، ار 1 ب 8، يبقى الكرنت بكام؟ 1 امبير. طب في 2 بتساوي نفس الاي في ار 2، الاي ب 1 ار 2 ب 2، تطلع ب 2 فولت. حلو، يبقى دي 2 فولت. طب دي 8 فولت ودي 2 فولت، يبقى فولت الباتري بيساوي ايه؟ في 1 بلس في 2 يعني 8 بلس 2 ايكوال 10 فولت. ادي اختيارك اهو. احنا هنغير الرقم ده بدل 10 يبقى ايه؟ يبقى 8 تظبط معاك السؤال بتاعنا. الى هنا قد انتهى واجب سيشن 1. واستعد لواجب سيشن 2، واستعد لحصه سيشن 2 جامد. استعد للكويس حضرتك اللي جاي لك الحصه الجايه. بص يا عم، ده كده ترتيب الحصه بتاعتك. بدات شرح، شفت السيشن ورك شيت وحليت معايا، جربت مش مشكله وانت بتغلط خالص خالص. كلاس ورك شيت يرفع المستوى اكتر. سمري ابتدي احل في الواجب، ما اسيبش ولا سؤال، بعمق بفكر في الاسئله. ربنا يا رب يعني يوفقكم، ويا رب اكون قدرت ان انا اشرح لك سيشن 1 دي بحلها بحذافيرها بشكل كويس جدا. عارف ان كل سيشن بناخدها هتفسر السيشن اللي قبلها بشكل اوضح. سيشن 2 هتفسر حاجات جوه سيشن 1 اكتر، سيشن 3 هتفسر اكتر. كل ما بنتعمق جوه الالكتريستي بنفهم اكتر. بالتوفيق لحضراتكم، خليكم رجاله يا جماعه كده، ربنا يوفقكم والسلام عليكم. بدايه الرحله، الرحله اللي هتكون انت فيها بطل حكايتك، الرحله اللي هتؤهلك لحياتك الجامعيه ومسيرتك المهنيه اللي انت بداتها من وانت طفل صغير وداخل الحضانه لاول يوم لحد ما وصلت لمرحله ثانويه عامه علمي. وعشان انت تستحق تكون الاول، انا معاك وفي ظهرك للنهايه. يلا بينا نبدا حكايتك اللي هتكون فيها بطل من ابطال اوائل الجمهوريه دفعه 2025 بمشيئه الله.